هي الدهلة دي كنت اطبل عليها وكلنا نرد مع بعض، يعني انا اغني احدي وهم يردوا عليا، يعني انت عارفه. طب غني لي اغنيه عن الحنه. الحنه الحنه يا جمال الحنه، عروستنا حوريه جايه من الجنه. الحنه الحنه يا جمال الحنه، عروستنا حوريه جايه من الجنه. يعني عارفه كل الاغاني اللي كلنا بنرددها مع بعض، بنشد بيها، بنقولها وكلنا، يعني انا اغني وكلهم يرد عليا. كانت عارفه تبص للافراح بتاعتنا، تبص تلاقيها مميزه. يعني عارفه الفرح الرجاله مع بعضيهم والستات مع بعضيها، ولما نيجي نحن العروسه كل واحده كانت تشترك بحاجه، يعني تشترك تقول حاجه. يعني كلنا بنتعاون مع بعض، كلنا بنحب بعض، كلنا عائلات مع بعضينا، ألفة، حب معروف، يعني تحسي بيها فعلا في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الأرياف. الأفراح بالذات لغاية النهاردة ما زالت العادات والتقاليد دي مرتبطين بيها. الليلة الليلة يا حلاوتي الليلة، الليلة الليلة يا حلاوتي الليلة، والدنيا عروسة تستاهل بوسة، والدنيا عروسة تستاهل بوسة، والحب عريسها بعيون حارسها، والحب عريسها بعيون حارسها، والغالي ما زيه اتنين، والحلو عليها العين، دول محروسين للعين، ده انا شايفاهم قمرين. والغالي ما زيه اتنين، والحلو عليها العين، دول محروسين للعين، ده انا شايفاهم قمرين. شفتوش قمرين في ليلة ليلة؟ وحبايب جونا هم شرفونا، وحبايب جونا هم شرفونا، وفرحنا لما وبقينا لما، وفرحنا لما وبقينا لما، جايين يهنوا ومعانا غنوا، جايين يهنوا ومعانا غنوا، قاعدين داير ما يدور زي الورد المبدور، والفرحة بحضن النور خلتنا فهنا وسرور، قاعدين داير ما يدور زي الورد المبدور، والفرحة بحضن النور خلتنا فهنا وسرور. يا جمالك يا دي الليلة ليلة، الليلة الليلة يا حلاوة الليلة، الليلة الليلة يا حلاوة الليلة، والدنيا عروسة تستاهل بوسة، والدنيا عروسة تستاهل بوسة، والحب عريسها بعيون حارسها، والحب عريسها بعيون حارسها، والغالي ما زيه اتنين، والحلوة ليها العين، دول محروسين بالعين، ده انا شايفاهم قمرين. والغالي ما زيه اتنين، والحلوة ليها العين، دول محروسين بالعين، ده انا شايفاهم قمرين. شفتوش قمرين في ليلة ليلة؟ يا مصوراتي واشرب شرباتي، يا مصوراتي واشرب شرباتي، بفلاشك نور ده الشمع منور، بفلاشك نور ده الشمع منور، والجو مروق والورد مزوق، والجو مروق والورد مزوق، حبايبنا على الصفين، والفرح صباح فرحين، صور ألف وألفين وادفع لك يوم الاثنين، حبايبنا على الصفين، والفرح صباح فرحين، صور ألف وألفين وادفع لك يوم الاثنين. مش عاملة حساب الليلة ليلة،
الليلة الليلة يا حلاوة الليلة 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 يا حلاوة الليلة والدنيا عروسة تستاهل بوسة والدنيا عروسة تستاهل بوسة والحب عريسة بعيون حريسة والحب عريسة بعيون حريسة والغالبة زي اتنين والحلوة ليها العين دول محروسين من العين ده انا شايفاهم قمرين والغالبة زي اتنين والحلوة ليها العين دول محروسين من العين ده انا شايفاهم قمرين شفتوش قمرين في ليلة ليلة الليلة 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 الليلة. قولي لي ازاي بقى تطور معاك الغناء من اغاني في الافراح لمهنة؟ انت عارفة الموهبة بتبقى بتفرض نفسها، يعني عارفة لما كنت صغيرة كده كنت يعني كل حد كان يسمعني يقول لي انت ليك هيبقى مستقبل في عالم الفن غير عادي، اقول يا رب. النجومية دي كان ليها عندنا يعني تمنها كبير جدا جدا جدا، يعني انا عصرت الاسطوانة، عصرت الاسطوانة اللي كانت وش وظهر، كانت مدتها الاغنية 5 دقايق، الوش والظهر برضه مدته 5 دقايق. عملت الملاحم اللي كان مثلا عبد المداح ووردة ربيع وريحان ابو زيد الهلالي مدح الرسول، يعني ما فيش حاجة انا ما عملتهاش وبدون مقابل وبدون اي يعني عارف اي ماديات. يعني كنت بتغني في الافراح بلا مقابل؟ لا لا لا، ما احنا كلنا عائلات مع بعض، يعني عارفة ما فيش حاجة اسمها فلوس. العريس بيتجوز، وما دام العريس بيتجوز يبقى العروسه هتتجوز. العريس متين والعروسه متينه، ياللي غويت المتين سيبك من المتينه، لا المتين بينفع ولا المتينه على الاصل يدور. مين من المطربات كانت مثلك الأعلى في الوقت ده؟ والله عارفة مثلي الأعلى يمكن أنا كنت برضو بدأت بالفلكلور، يعني ما كنتش بقلد حد. يعني يا صغير يا حلى بنات الحارة، خلي بالك يا ولا خلي بالك، يا رب أبلغ مرادي وأفرح وكيد الأعادي، وبرمش عيني ورماني يما الجدع. كل الأغاني اللي أنا سجلتها على اسطوانات هي دي اللي كنت فعلا أنا بغنيها وأنا في ال. طب غني لي أول أغنية غنيتيها على اسطوانة. خلي بالك يا ولا خلي بالك، أمي وأبويا ضربوني علشانك. خلي بالك يا ولا خلي بالك، أمي وأبويا ضربوني علشانك، وأبويا قال لي يا سمارة خلي بالك ولا تطلعيش برا الحارة. خلي بالك وخلفت وطوعت الجارة. خلي بالك أمي وأبويا ضربوني علشانك. الله. طيب مين تحمل إنتاج أول أسطوانة ليكي؟
كبار الملحنين سمعوني عن طريق الأستاذ موريس اسكندر، كان هو صاحب الشركة دي، شركة الاسطوانات. فقد إيه أعجب بصوت الأستاذ مصطفى الطائر الله يرحمه، ده الحقيقة لما كان جاري على طول فسمع صوتي فقال له بس، كان أياميها فعلا بدور على صوت جديد، قال له نفسه في صوت يكون مميز يعني ما يكونش له بديل. الحقيقة الأستاذ مصطفى ما سمعني فقال له بس أنا لقيت لك الصوت اللي أنت بتدور عليه، فأخذني وجاب راح للأستاذ موريس الحقيقة جابه لي البيت، فقال له اسمع مدام فاطمة كده. فكان يوميها جايب لي ريكوردر كده الأستاذ موريس فقال لي سأغني، فغنيت نفس الأغاني اللي أنا اشتهرت بها يا صغار يا أحلى بنات الحارة، يا رب أبلغ مرادي وأفرح وأكيد الأعادي، وبرمش عين ورماني يا مجدع، يا ليل يا ليل يا مطال الليل، المجموعة الحلوة الجميلة غنيتها ومسكت الطبلة وقعدت أغني اللي كانت مشهورة في البلد، اللي كانت معروفة في البلد الفلكلور اللي هو الجدد بيغنوها والأبناء بيتوارثوها. بعد ما غنيت الأستاذ موريس الحقيقة اتبهر، قال لي لا ده صوت غير عادي، فسمعني للأستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب، قال له صوت مميز بس يعني يعرف مقامات الصوت ويدرس ويبقى الحقيقة يبقى في الساحة الفنية ملوش منافس. سمعني للمرحوم الله يرحمه الأستاذ بليغ حمدي قد إيه أعجب بصوته قال له أتبناه. سمعني الأستاذ محمد الحقيقة يعني كان من مدى إعجابه بيا وبصوت فيه إمكانيات ويقدر يغني كل الألوان، عجباني أيوة أيوة عجباني حلوة حلوة يا روحي عليها، قلت لها طلبي طلبي قالت لي حبك حبك بالدنيا وما فيها، عجباني ايوه ايوه ايوه
فاطمة كنت بتغني غنى شعبي ولا أغاني أم كلثوم؟ بعد ما الحقيقة تعرفت بالأغاني والأستاذ مصطفى الطائر خد الأغاني مني اللي هي يا صغيرة أحلام، والأغاني دي أنت عارفة كنا بنغني الأغاني الفلكلور ده بعدله، فكان المؤلف وظيفته يعني زي ما كان بيتناقل. أيوة يا حبيبي يتوارث. أيوة فكان الأستاذ مصطفى الحقيقة خده، والكلمة اللي ما تد يعني الكلمة الخارجة كان بيشيلها ويضيف من عنده الكلمة اللي بيها المصنفات عشان توافق على الأغاني اللي هي الفلكلور. ممكن أعرف أول أغنية سمعت لفاطمة عيد في القاهرة؟ والله اللي سمع قوي يمكن والله كل الأغنية بتاعتي سمعت، بس اللي سمعت قوي كان الأغنية كانت قبل حسنين ومحمدين، كان علي لوس. أغنية علي لوس دي كانت بالنسبة لي يعني نقلة كبيرة في حياتي، واسمعها الأستاذ محمد عبد الوهاب كان أياميها عامل قمر 14 للفنانة نجوى فؤاد، وإحنا كنا عاملين علي لوز، فقد إيه من الرغي اللي حصل على علي لوز قال للفنانة نجوى فؤاد أنا عايز أسمع الأغنية دي الدويتو ده. طب سمعيني علي لوز. حلي وأنا حلي يا لابسه الطرحه تلي، حلي وانا وانا حلي يا لابسه الطرحه تلي، افرحي وانا غني يا لابسه الطرحه تلي، افرحي وانا غني يا لابسه الطرحه تلي، حلاوتها زايده حته يا ابن واسع يا بلوها الساعة ستة، حاوتها زايدة حتة يا بلوها الساعة ستة، ياس يا علي لوز ياكلوها الساعة ستة، حلاوتها زايدة حتة